نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. وهذا الحديث فيه فائدة جليلة. سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عاش إلى أن مات رسول الله، غزا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه غزوات، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث. قال سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه: سمعت من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أحاديث، وما منعني أن أروي عنه صلى الله عليه وسلم إلا أنها هنا من هو أكبر مني سنا. أنا تلقيت أحاديث عن النبي، لا تظن أنني كنت مشتغلا بغير صحبة النبي والتلقي عنه. أنا أنقل كثير من الأحاديث، ولكنني منعني من أن أتحدث وأن أكلم الأدب. الأدب، يوجد من هو أكبر مني سن، ولذا أنا أسكت لا أتكلم. انظروا إلى آداب أصحاب المصطفى. ونحن اليوم أنا لا أساوي أمام بعض العلماء، لا أساوي منه ذرة، لا أساوي منه نقير ولا فتيل ولا أعتبر شيء، لكن عندما نكون في مجلس ويأتي سائل يسأل، أول من يتطوع بالكلام حضرتي. أنا طالب، أنا في الكلية، أنا أخذ ماجستير، أنا حامل دكتوراه، أنا كذا أنا كذا، وهذا الذي أنا أفتي أمامه وأتكلم أمامه لا أساوي بصلة أمامه. لما هذا؟ لأنه ما تعلمنا الأدب. ووالله الذي لا إله إلا هو أدركنا العلماء الفضلاء الصلحاء، أول ما يعلم الطالب الأدب، وأن يتعلم الأدب وأن يقرأ بعض كتب الأدب. لا أقصد الأدب أدب الشعر والنقد، لا، أنا أقصد أدب العلم والتعليم. يرشدوننا إلى كتب تتعلق بآداب الطالب مع معلمه، آداب الطالب مع والده، آداب الطالب مع والديه، آداب الطالب مع المجتمع، آداب الطالب مع المفتي، آداب الطالب مع المستفتي، آداب الطالب مع العامة. عليك أن تدرس هذه الأشياء قبل أن تتعلم العلم. كتاب يسمى تعليم المتعلم، طريقة التعلم، تعليم المتعلم طريق التعلم. طريق التعلم لا بد أن يعلم المرء حتى يعرف ماذا يصنع. يتكلم عالم من علماء الملة كبير له قدم صدق، ثم بعد ذلك أقول أنا، وأنا هيان بن بيان، هذا القول الذي قاله الفلان ليس بصواب وليس بحق، وإنما الحق كذا وكذا، أو أنا أتجرأ وأتكلم على الإمام مالك، أو أتكلم على الإمام الشافعي، أو الإمام أبي حنيفة، أو الإمام أحمد، وأقول هذا القول الذي قاله الإمام الفلاني باطل، لا يصح، ليس عليه العمل، وما إلى ذلك. هذا ليس من أدبي طالب العلم. على طالب العلم أن يتأدب، أن يتأدب مع العلماء، أن يتأدب مع الكبار. اسمع إلى سمرة بن جندب رحمه الله ورضي عنه ماذا قال. قال: ما منعني أن أروي إلا أنها هنا من هو أسن مني. يوجد من هو أكبر مني، من هو أعلم مني، ولذا أنا أسكت ولا أتكلم. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.